قافية. بس أنا أتزوج هيك. نزلي. وين؟ نزلي. محمد لا أنا. بس أنا أتزوج هيك. بس أنت الحبلة بالدنيا. أنا كيفك والله في عالم القانون زيدنا. وين ما تولين ولي. وين أروح؟ طب لا محمد ما يغني. طب الشارع ولي. لك ما عندي لا فلوس لا تليفون. ناس كتير كانت بتتابع اللي بيحصل، لكن مش كل الناس ممكن تاخد القرار وتتدخل. هي دي الصدمة. كل مشاكلنا ما أدري يا راح تعرك وياي يقول لي أصدقائي أحسن من نجد ولا راح. نظرة كلها حسرة وألم. التصرف بإنسانية مش محتاج وقت ولا تفكير. الموقف كان واضح جدا على ملامحهم. صلي على نبيك يا ابا تاج راسي. تفضل تاج راسي. سيدي بالرحمن سيدي بالرحمن يا ابا. عمي كرهتني بعيشتي. لا تطلع لا تطب جماعتك طباتك طلعاتك. ما يفعلك عليك انت مرتي مرتي عليك. سكتي سكتي. وفجاه ناس كتير اتدخلت بانفعال قوي جدا. ما اسمح لك ما اسمح لك ما اسمح لك. قولي الله 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 قولي الله. بصراحة شنو اللي خلاكم تتدخلون؟ والله أولاً هو الموقف إنساني بسرعة عامك. ثانياً يعني مثل ما تقول فزعة المرأة للمرأة بنية وحدها بالشارع. إحنا غيرتنا العراقيين إحنا غيورين. ما لحقت تتفاهم تحكي. وأنا جابها قالت عليها جرجر بيها ظلي جرجر جرجر. تتصور هو رجال اليوم يعملون زوجاتهم بهذه الطريقة؟ إيه الشيء ده نشوفه بأكثر من مكان. نعم. وهذا الشيء غلط يعني أنت عوف إنه أنت هي مرتك. يعني عرضك عيب عليك انت العالم كله دي كانت دفاعي. فنتمنى من كل اخواننا واخواتنا يعني ان شاء الله ان يتاثرون بهذا الموضوع اللي صار وان شاء الله ما يتكرر.